السلام عليكم يا شباب، معكم محمد الحمودي من قناة اميزنج. جميعكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون مكاني كهربك في جي تي اي. يعني هالمكان صراحة ما اعرف جلتش هو ولا الكل يعرفه ولا ما اعرف الصراحة. شوف المكان، انا الصراحة اول مرة اشوفه في جي تي اي. اول شي المكان هذا، هو المكان اول ما تدخل عند المطار هذه الجهة. وقف، شوف هالمكان عند هاي، هذا الشيء نفس كهرباء او نفس اسلاك. مجرد ما تروح عنده بس تلمسه تطيح وطاقتك تنقص وايد. يعني لو سويتها يمكن مرتين تموت. يعني صراحة شيء غريب، اللي يعرف هذا الجلتش او مكان في جراند اعتقد ان اي مكان راح يكون متواجد فيه هذا الشيء، هذا الكيبل راح يكهربك. فالشباب حبيت اراويكم المكان، صراحة ما اعرف اذا هو جلتش او لا، بس خلنا نسميه مكان في جي تي اي. كان معكم محمد الحمادي من هذا اميزنج جيم. مع السلامة.